عبد الأمغار، جينا نزورو كاع الخيول. كيف قلت لكم شي حاجه اللي فريمون واعره، خيول اصيله جاي من جميع انحاء المغرب تقريبا، شي حاجه اللي فريمون واعره. كيف كتشوفوا هنا جميع الخيول اصيله زوينه، شي حاجه زوينه فريمون واعره. وكل ما كان هذا الموسم مولع الله، يعني تقريبا هو اللي هز جديده، هو اللي معرف الجديده، هو اللي كيستقطب بزاف ديال الناس من جميع انحاء المغرب تقريبا، وعلاش لا من جميع انحاء العالم. كما شفت قبيله بانوا لي الناس يعني من اوروبا، يعني شي حاجه اللي زوينه. وهذا الموسم ولا عبد الله يعني تقريبا هو اللي هز المدينه كامله، كيكون مره في العام كيكون شي سيمانه على قدها تقريبا. اليوم نخر فيه دوما، جينا في اليوم الاخر ما كنا بغينا نشوفوا الصربات، بغينا نشوفوا الغريضه، مي جينا في النهار الاخر في الرباط غازا المحمديه، درنا بزاف ديال المدن، درنا اليوم المدينه الرابعه اللي هي جديده ان شاء الله. جينا في النهار الاخر دوماج، مي غادي نحاول نقربكم شويه من موسم مولاي عبد الله، ونقربكم من الطبوريضه. وحنا دخلنا حتى عند الصربات، شوفوهم كاملين، شوفوا شي حاجه اللي زوينه فريمون، ولا شي حاجه اللي واعره واعره واعره. الصربات واعرين، عودان وخيول، شي حاجه اصيله تبارك الله، شي حاجه اللي واعره واعره. خليكم معنا باقي بزاف ما يتشابهوش، شي حاجه اللي فريمون واعره فريمون زوينه. مواسات مع مواسات مع موسم مولاي عبد الله مبارك، كيتواجد هذا الفيستيفال زويون، كيتواجدوا هاد الالعاب، هاد الملاهي، هاد الالعاب، شي حاجه اللي زوينه زوينه واعره واعره، شي حاجه اللي تستحق تدوز عليها واحد النهار. ولكن كيف قلت لكم ماشي دابا، العام الجاي في موسم مولاي عبد الله مغار. وحنا كيف كتشوفوا موسم مولاي عبد الله مغار ان شاء الله، جينا ندوزو هنا واحد النهار اللي فريمون واعر. سمح لي سمح لي، عرفتي راه عيان بزاف، وكيشي يدي على الريح عيان، وعرفتي دوزنا وقيت بزاف ديبلاسمون بلاصه لبلاصه. وحنا اليوم في موسم مولاي عبد الله مغار اللي غادي نجيبوا فيه واحد الطوير ان شاء الله. واخا جينا مع النهار الاخر نشوفوا الا باقي شي حاجه من فريمون ندوزوها، ما باقيش شي حاجه على بركه الله. نعطيكم شي سينماتيك ان شاء الله باش تشوفوا على بركه الله. زوينه فريمون واعره. كيف كتشوفوا حنا باقي في المنصه الشرفيه، خليكم معنا باقي بزاف ما يتشاف ان شاء الله. بتوفيق من الله ورعايته نجتمع نحن لاعلان اختتام نسخه 2019 من موسم نولي صالح مولاي عبد الله مغار، التي انعقدت في الفتره بين 19 يوليوز وال 26 يوليوز تحت الرعايه الساميه لمولانا امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، أعز الله أمره وخلد بصالحة ذكره. فرجة ممتعة، وحنا في اليوم الأخير والاختتامي ديال هذه السنة. العودة ليك الأخ هشام باش يعطينا الضيقة غادي نعرفها. والآن مع صربة المقدم الساعة بفضله جماعة مولاي عبد الله. Oh.
كيف كتشوفوا موسم مولاي عبد الله امغار الموسم ديالو 2016 سنه كنقول لكم بلوك جاي ان شاء الله تلقاو ما تنساوش جيم لي كومونتير سبسكرايب ماشي تفعلوا معنا بي بارطاج مع خوتكم وصحابكم وعشراتكم الوغ الخوت بلوك جاي ان شاء الله بيس عليكم الخوت